إنه موسم الحصاد والدرس، تباشر هذه الآلات عملها لجني ما حصده هؤلاء الفلاحين من بذور القمح الصلب على مساحة 200 هكتار. مولود الذي فضل الاستثمار في هذا المجال لتكملة مسار والده، اعتبر أن خدمة الأرض لابد أن يصاحبها حب لهذه المهنة، ناهيك عن المتابعة لتحقيق الإنتاج الوفير، مستبشراً خيراً بحصاد هذا الموسم. كاين إشكال، كاين اللي ما يخدمش بالدراسات، كاين فلاح يخدم فوضى ويقول لك سنة ما خزرت ولا ما درتش ولا بسهولة اللي برودوي ما يستعملهمش في الوقت ولا كاين مشكل. دوك تلقى بالك كاينة طريقة تفوت بين فلاح وفلاح، واحد عنده القمح تاعو شباب وواحد عنده القمح تاعو أيام، تسمى أنا باش كاين خلاف، الشتا طيح عند هذا طيح عند هذا مقابله، تسمى كاين خلاف في الصيانة ماشي. تشجيع الفلاحين للاستثمار أكثر في هذا المجال هو ما يطالب به مولود وغيره من الفلاحين، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في ملف منح الأراضي لغير مستحقيها. الدعم راه يروح ماهوش يروح للفلاح الصغير، راه يروح للفلاح الكبير. هذه هي دوكا تاع الفلاح الكبير، الدعم أكثر مانيش عارف شحال، والفلاح الصغير تدني ليه ما كاش. الحاجة الوحيدة تروح للمركز الإقليمي هنا تاع الشركة الوطنية للحبوب، يجبدوا ريجيس وشكون اللي فلاح وشكون اللي موش فلاح. وشكون اللي سيري واللي مش سيري، ما جبدوش تاع العام اللي فات ولا تاع السنه كي عاودوا يمدوا في الاراضي، اجبد له الكوترون دي تاعو تاع 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين. حنا التراب هذا مش يروح للمواليه، كان الناس ذات اراضي كبيره وكامل تروح تقول له الشتله تاع القمح تجي من الفوق ولا من تحت ما يعرفهاش، توري له الفارينه من القمح ما يعرفوش، هذا هو البروبليم. مشاكل عديده لم تقلل من عزيمه هؤلاء الفلاحين في خدمه الارض، فبعد عمليه الحصاد يتم نقل المنتوج إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، فكانت لنا وجهة إلى إحدى هذه المخازن على مستوى بلدية العفرون بولاية البليدة للوقوف على الإجراءات المتخذة لتسهيل عملية تخزين المنتوج. التعاونية تاعنا مسؤولة على 3 ولايات، البليدة، تيبازا، ألجي. المهمة تاعنا بوحنا تعاونية سيتان أورغانيزم ستوكر، المهمة تاعنا هي تخزين مادة القمح بنوعيه من أجل توفيرها بعد مرحلة الحصاد. احنا لا باس سي لا تراسابيليتي، الدولة الجزائرية لازم لا تراسابيليتي باش هذا القمح هذا منتوج مدعم، لازم لا تراسابيليتي قال الفلاح هذا من جابه، باش ما يكونش كاين تجاوزات، انسان يشري منا ولا غوش ودروات. توفير 11 نقطة استقبال هو ما قامت به تعاونية الحبوب والبقول الجافة لهذه الولاية لاستقبال المحصول بكل سلاسة ولتخفيف الضغط على الفلاحين والتعاونيات. العام هذا رانا دايرين لي بريفيزيون يلحقوا حتى ل 430000 حتى ل 460000، منها 150000 كاع تاع سومونس نعاودوا نسترجعوها بذور اللي تمثل نسبه تاع 37%. هذه فيما يخص لي بريفيزيون، تقابلها تقابل لي بريفيزيون هذو نفتحوا حنا دي بوانت كولكت موزعين على 3 ولايات. هذا العام لحقنا وين فتحنا 11 نقطه تاع استقبال، واحده منها في ولايه الجزائر على مستوى رويبه، كاين 4 نقاط تاع استقبال على مستوى تيبازا شرشال، عندنا حجوط، عندنا حطاطبه، وعندنا بوركيكا، تبقى بليده عندنا 7 نقاط. هي ميكانيزمات واخرى تم اتخاذها مع انطلاق حمله الحصاد والدرس لهذا الموسم، في انتظار المزيد من الاجراءات التحفيزيه التي تدفع لمضاعفه الانتاج في هذه الماده.